بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياك الله أخي الحبيب، أخي الغالي وإخواني الأحبة وضيوفنا المحترمين الاثني عشرية، أسئلة أطرحها لتحريك العقول وليس للجدل. الله يحييك أخي أبا مالك. السؤال الأول، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم أو أحدا من أصحابه، سواء كان من المهاجرين من أهل البيت أو سائر قريش أو من الأنصار، كانوا يطوفون على القبور، يذبحون عند القبور، يدعون عند القبور، يأكلون التراب ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا؟ لا وألف لا. إذا ليس هذا من دين النبي عليه الصلاة والسلام وليس من دين الإسلام. سؤال رقم 2، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرون إن كانوا من قريش أو غير قريش أو من أهل البيت من قريش أو كانوا من الأنصار يقيمون المآتم السنوية والاحتفالات بالموالد ثم في المآتم يضربون أنفسهم بالسيوف والسلاسل ويلطمون وينوحون، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه يفعلون ذلك؟ هل فعلوها حينما قتل الصحابة في أحد، فقتل حمزة عم النبي صلى الله عليه وآله، وحينما قتل المهاجرون والأنصار في أحد، هل فعلها أحد منهم رضي الله عنه بعد أن حرمها الإسلام؟ السؤال رقم 3، لماذا هذا الدين الاثني عشري في أمور الشهوات كأخذ الأخماس من الناس وكالمتعة يبنى فيه الأمر على الحث والندب والاجتهاد في هذه الأمور، بينما في أمر صلاة الجماعة وبناء المساجد والجهاد في سبيل الله مبني على التوقف والترك، في أمر العبادة الأمور مبنية على المسامحة والرخص، وفي أمر الشهوات من المال والنساء يبنى الأمر على الاجتهاد. هذه أمور حقيقة نريد أن نحرك بها العقول. السؤال رقم 5 أو 4، هل تقولون أن الإمامة لطف من الله؟ إذا كانت الإمامة لطف من الله وجعلتم فيها نظرية وأن الله لا بد أن ينصب على الأمة إماما معصوما حجة عليها، فأين هو إمام الأمة الذي أوجبتموه على الله ليحصل اللطف والمصلحة للناس به، الذي اختفى من 1200 سنة تقريبا، ما أحد رآه ولا أحد سمع منه ولا أقام الحجة ولا ظهرت له يعني أي ظهور، أي بوادر ظهور، لا كلمة ولا رسالة ولا شيء من هذا القبيل. 5، لماذا طعن علماؤكم في القرآن؟ والطعن في القرآن على وجهين، أولا ادعيتم أن الصحابة حرفوه وحذفوا النصوص على أهل البيت، والأمر الثاني أنكم زعمتم أن للقرآن معنى باطنا يخالف المعنى الظاهر، وجعلتم للقرآن 7 أبطن، بل جعلتموها إلى 70 بطن. هل نتحدث يعني عن قطط؟ هل هذا بطن قطو؟ أم هو تفسير القرآن؟ فسروه، ما هذا اللعب؟ الآية الواحدة تصف بها أو يصل التفسير فيها إلى 70 تفسير؟ هذه من وين جيبها هذه؟ السؤال رقم 6، الله عز وجل يقول الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات والخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، هل عائشة طيبة أم خبيثة؟
أم المؤمنين سيدتنا، فداؤها الأنفس والأموال والأهلون. إذا كانت طيبة فقد تزوجت الطيب وكانت حبيبته، وإن كانت كما تدعون خبيثة وحاشاها رضي الله عنها فإن زوجها كذلك، لأن الله قال الطيبات للطيبين والخبيثات للخبيثين. فهل تبصرون ما تقولون أم تقلدون أهلكم؟ السؤال الأخير، من أين لكم، من أين لكم أن قم مقدسة وأن كربلاء مقدسة ثم تفضلون كربلاء حتى على الكعبة وتقولون أنها أطهر منها وأعظم شأنا منها؟ من أين لكم أن النجف أصبح بلد شريف؟ وهل إذا مات عبد من عبيد الله الصالحين في أرض تكون هذه الأرض مقدسة؟ من أين لكم بهذا؟ ثم قم، من أين لها التقديس؟ ما هي إلا الأصابع والبصمات، البصمات المجوسية على مذهب الإمامية الاثني عشرية. هو مذهب مكذوب على أهل البيت، لا يمت لأهل البيت وإلى سيد أهل البيت صلى الله عليه وآله وسلم بصلة. والحمد لله رب العالمين. والمايك لك يا أخي الحبيب.